النتائج الأولية للموجودة عندنا في الوقت الحاضر وكيفاش تمت العملية. كما قلت فما إرهابيين دخلوا إلى السياج متاع متحف باردو ولا نفس السياج اللي يحتوي على مجلس نواب الشعب وكانوا لابسين لباس عسكري، وعندما شرعوا السياح النزول من الحافلات تم إطلاق النار عشوائي عليهم، وبالطبع منها السياح فروا نحو المتحف ووقعت ملاحقتهم من طرف الإرهابيين. النتائج الأولية كما قلت تقريبا 19 قتيل، منهم 17 انساح ينتميوا إلى جنسيات بولونية، إيطالية، ألمانية وإسبانية. كذلك فيهم تونسيان منهم عون للقوات الخاصة. وفي نفس العملية تم القضاء على الإرهابيين الاثنين. كذلك النتيجة بالنسبة للجرحى كانت النتيجة الأولية الحصيلة الأولية كانت 22 سائح وتونسيان تم إصابتهم في العملية هذه. نحب